في حتة تانية، جملة استخدمناها كتير علشان نبالغ في تقدير عنصر في المنظومة الكروية في مصر، سواء بقى مدرب، لاعب، عضو مجلس إدارة، رئيس نادي وغيرهم. ومن كتر استخدامها الجملة بقت مبتذلة، وبقى فعلياً المقصود منها هو عكسها. ولأن الكل محترمين ويستحقوا الإشادة والتحية بشكل كبير جداً، قررنا نطلع البرنامج ده من الحتة التانية الحقيقية، بعيداً عن كل الكليشيهات في الجملة السابقة. الشهر ده مصر نظمت كأس أمم الأفريقية للشباب والمؤهلة لكأس العالم. مين فاز بالبطولة؟ السنغال. السنغال فاز بالبطولة علشان تضمها لكأس أمم الأفريقية للكبار وللمحليين وللكرة الشاطئية، ده بالإضافة للتأهل لكأس العالم 2022 على حساب مصر نفسها والتأهل لدور 16. منتخب السنغال فاز على مين بقى في النهائي؟ على جامبيا. وجامبيا دي كل ذكرياتنا معاها ان كل ماتش بيحكمه بكاري جسامة لفريق او منتخب مصري بنطلع نقول هي جامبيا دي فيها كورة، علشان بكاري جسامة يبقى حكم كبير ودولي ومفروض علينا في كل الماتشات دي، وكأن الجملة دي اترجمت وراحت لجامبيا وشخصنتها مع كل اللي قالها. فمنتخب جامبيا للكبار اتأهل لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون لأول مرة في تاريخه وقدر انه يوصل لربع النهائي. منتخب جامبيا للشباب قدر ان هو يوصل للماتش النهائي في كأس الأمم الأفريقية للشباب على أرض مصر اللي منتخبها خرج من الدور الأول من غير أي انتصار أو أي جول، وهم وصلوا للفاينل بعد ما حققوا 5 انتصارات ومن غير ما يستقبلوا أي جول. كنت عايز أعرف إزاي جامبيا طورت الكرة عندها، وتوقعت إني ملاقيش مصادر كتيرة، بس اتفاجئت إن اتحاد الكرة عندهم بيعمل حاجة غريبة علينا، وهي إنه في نهاية كل سنة بينشر تقرير عن كل اللي اتحقق في كل الملفات اللي اشتغل عليها، ومش كده وبس، والمصروفات كمان على كل ملف، علشان أكون قادر على تقييم شغلهم زي أي مواطن جنبي. ولفت نظري في تقرير 2021 إنهم اعتبروها أهم سنة في تاريخ الكرة في جامبيا، وده لأن منتخب جامبيا اتأهل لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، ومنتخب الشباب قدر إنه يتأهل لكأس العالم في إندونيسيا، ودي النسخة اللي اتلغت بسبب كورونا. ومش كده وبس، عملوا كمان دورات تدريبية للمدربين عندهم علشان يبقوا مدربين الدوري، حصلوا على رخص من الكاف. عملوا دورات تدريبية بالتعاون مع الفيفا لتطوير الحكام. عملوا دورات تدريبية علشان يطوروا مدربين الناشئين عندهم. وعملوا بروتوكول تعاون مع اليويفا علشان تطوير الكرة النسائية، مع شوية أمور تخص تطوير البنية التحتية عندهم. ممكن يكون ده توجه الناس من البداية، ممكن يكون لأن رئيس الاتحاد السابق اتوقف من الفيفا بسبب فصوله على رشوة، والناس دي عايزة تقولك إن احنا ايدينا نظيفة، بس في النهاية انت مستفيد من كل الخطوات اللي بيعملوا. بعيداً عن المنتخب الأول اللي بقى فيه أسماء معروفة في الدوري الإيطالي زي موسى بارو، فمنتخب الشباب عندهم بيتأهل للمرة التانية على التوالي لكأس العالم، والمرة دي طبعاً بجيل جديد بحكم السن، فده معناه إن الناس دي عندها استمرارية في التخطيط. عندهم 4 محترفين، منهم واحد بيلعب في بايرن ميونخ. إحنا هنا في مصر كان عندنا لعيب بيلعب في بروسيا مونشنجلادباخ ومرضناش نضمه. ليه؟ لأن النادي بتاعه اشترط إنه يلعب أساسي. وبصراحة أنا مش فاهم ليه يبقى عندنا أصلا لعيب في بروسيا مونشنجلادباخ وما يلعبش أساسي يعني، بس ما علينا. فالناس دول الحقيقة اتحركوا بسرعة جدا علشان يلحقوا يطوروا الدنيا بعد ما كان عليهم عقوبة إيقاف من المشاركات القارية في 2014. ودلوقتي بكاري جسامة لو هيحكم مش هيتزل بالكرة في جامبيا مننا زي ما كان بيحصل قبل كده، بس هم ممكن يعملوها معانا دلوقتي لو بعتنا لهم حكم مصري وما عجبهمش. نروح بقى للسنغال اللي كوشت على كل بطولات الكاف في سنة واحدة. والحقيقة هي إن دايماً طفرات المنتخبات الأفريقية كانت بتبقى مرتبطة بمستوى محترفين أو مدرب المنتخب، وده لأن التخطيط كان بيبقى غايب عن أغلب منتخبات القارة، وده اللي حصل مع جيل 2002 في السنغال نفسها. السيطرة التامة دي ما حصلتش قبل كده غير مع منتخب نيجيريا في التسعينات، من السيطرة على بطولات أفريقيا وعلى تأهل لكأس العالم، ولولا انسحابهم من بطولة 96 كان هتبقى سيطرة تامة لنيجيريا على كل بطولات الكاف. ومنتخب مصر في بداية الألفينات وبرضه ده كان مرتبط بجيل الشباب اللي قدروا إنه يفوز بكأس أمم الأفريقية 2003 ويكون وصيف في 2005. فالخطر دلوقتي إننا غالبا داخلين على فترة سيطرة تامة للسنغال مش مرتبطة بمستوى ساديو ماني أو تألق المحترفين عندهم، لأ،
لناس بتخطط علشان تسيطر على الحاضر والمستقبل. أوجستين سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عمل حوار مع موقع الاتحاد بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية للشباب، وقال إن احنا بنعيش فترة سيطرة السنغال على البطولات، وده لأنهم قرروا إن هم يتعلموا من أخطاء المجالس السابقة، يشتغلوا أكتر، يتعلموا أكتر، فيتطوروا وما يوقفوش عند التتويج بكأس الأمم الأفريقية للكبار. فكان السؤال اللي توجه له: هل أنت بتنسب كل النجاح ده لنفسك؟ فرد وقال إن النجاح ده سببه رؤية جماعية ومجهود جماعي من الجميع علشان يعوضوا إخفاق امتد لستين سنة للسنغال من غير تحقيق أي نجاح كبير. وهم دلوقتي عارفين ان في اتحادات في افريقيا بتدرس ازاي ممكن تنهي سيطرة السنغال، وهم بيخططوا ازاي يواجهوها. فمصر بقى معلم اشطب على كل الكلام اللي فات ده، واشطب كمان على موقع اتحاد الكرة. مدير ادارة المدربين في اتحاد الكرة قبل ماتش السنغال المصيري اللي كنا محتاجين نكسبه علشان نتأهل للدور التاني طلع في التلفزيون علشان يخلي مسؤولية اتحاد الكرة الحالي سريعا سريعا كده، ويقول لك احنا اصلا ما نعرفش محمود جابر ده اتعين من المجلس السابق على اي اساس. محمود جابر ده اتعين في ديسمبر 2020، مجلس جمال علام الحالي تم انتخابه في يناير 2022. مصر بتنظم البطولة، يعني في استعدادات خاصة، وتعادلنا مع موزمبيق في الماتش الافتتاحي. ما عرفناش وما سألناش عن أسباب تعيين محمود جابر غير بعد ما خسرنا من نيجيريا والدنيا ظلمت على الكل. طيب لو كان منتخب مصر فاز على السنغال، كان أعضاء اتحاد الكرة معقولة هيحرموا نفسهم من الصورة الجماعية بتاعت الإنجاز مع الجهاز الفني واللعيبة؟ هل كانوا هيمتنعوا عن المداخلات التلفزيونية علشان كل عضو مجلس إدارة يتحفنا ويقول لنا إزاي يقدم الدعم والمساندة ووفر كل طلبات الجهاز الفني واللعيبة علشان نحقق الإنجاز ونتأهل لكأس العالم؟ وده العادي عندنا في المنظومة الكروية في مصر، وقت النجاح كله عايز ينسبه لنفسه، وقت الفشل برضه كله بيدور على راس تشيل كل حاجة. وده اللي حصل مع كارلوس كيروش نفسه في وقت كأس الأمم الأفريقية السنة اللي فاتت. وقتها خسرنا من نيجيريا، ونفس اتحاد الكرة طلع سرب تفاصيل عقده في التلفزيون، ولما الراجل كمل مهمته ووصل لحد النهائي قدم استقالته لأنه ما كانش عاجبه أكيد اللي حصل معاه لما خسر الماتش الافتتاحي. وقتها اتحاد الكرة تمسك بيه، لا وكمان فوضوه على تجديد عقده بعد ماتش السنغال في تصفيات كأس العالم، ولا كأننا بقى عندنا خطة للمستقبل ولا تقييم لتجربته، ولا هم كمان نفس الناس اللي ما كانش عاجبهم الراجل لما خسر من نيجيريا. علشان نشوف بقى اتحاد الكرة نفسه ده ازاي اتحفنا في اختياره للمدربين وراح اختار إيهاب جلال للمنتخب الأول، وبعد ماتشين طلع قرر إقالته على الهواء. فالنهارده انا مش جايب لك تجربه المغرب ولا تجربه السعوديه ولا حتى حاجه في اوروبا بعيده عننا، انا جايب لك تجربه سنغاليه وتجربه جنبيه عندنا في نفس القاره، ومنتخبات كان ممكن من كام سنه فاتوا نكون بنتريق عليهم واحنا بعاد عنهم خالص. وطول ما التعليم والتخطيط غايبين هيفضل دايما احساس ان انت مش جاهز للمنصب مسيطر عليه، هتفضل دايما حاسس ان البدله واسعه عليك، وهيفضل الخوف من عدم تحقيق النجاح مسيطر عليك لأنك مش واثق من قدرتك على تحقيق الأهداف اللي انت موجود علشانها. فدايما هتدور على حاجة تشيل عدم نجاحك، مرة المدرب، مرة اللعيبة، مرة الليزر، مرة الحكم، مرة فاطمة صمورة، المهم تدور على أي حجة تشيل الفشل غيرك وانت مش السبب.